السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رح نحكي عن المياه ونفرق ما بين النقية والمياه العذبة. عندي المكون الأساسي أو التركيب الجزيئي للمياه اللي هو H2O. إذن كل المياه بتتكون من H2O. هسا رح تنزل المياه من الأمطار على شكل أمطار من السماء، في خلال سقوطها رح تختلط بغازات الموجودة مثل ثاني أكسيد الكربون وتنزل على الأرض. إذا نزلت وصلتنا هاي المياه خالية زي ما هي، فقط H2O، فقط H2O خالية من الأملاح ومن الشوائب، من الأملاح والشوائب، بسميها مياه نقية. وهاي المياه اصلا في الطبيعه يعني يندر وجودها، بنحصل عليها غالبا من في المختبرات. بتتميز بانه طعمها مر، في قليلا مر. رح تنزل هاي الامطار كمان، باقي الامطار رح تنزل الى الارض الى التربه. فاذا رح حكينا المياه العذبه، احنا حكينا اما جوفيه او سطحيه، او سطحيه رح تختلط في التربة اللي حواليها، هي أصلاً H2O، فرح تختلط بالتربة اللي حواليها، رح تمتص من التربة أو تختلط بعض الأملاح، رح ينضاف لها بعض الأملاح، لكن بنسبة قليلة جداً، نسبة قليلة جداً، فبسميها بهاي الحالة مياه عذبة، وهذا اللي بيعطيها الطعم المستساغ، وهاي الأملاح مفيدة لصحة الإنسان. إذا كانت نسبة الأملاح قليلة جداً، يعني ما بنشعر فيها لما نتناول هاي المياه، فبسميها المياه العذبة. لكن المياه المالحة برضو H2O، لكن مختلطة بنسبة كبيرة من الأملاح. وهذا الفرق ما بين المياه النقية والمياه العذبة والمياه المالحة.